السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال يا ربي، ولقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد كيك وميني كيك، غندير جوج أشكال بنفس المقادير. ندوزو على بركة الله المقادير ديال الكيك. أول حاجة إن شاء الله غنحتاج لجوج بيضات، وعندي 7 المعالق ديال الحليب، و7 المعالق ديال السنيدة، و7 المعالق ديال الزيت، وعندي ساشية الخميرة وساشية فاني والدقيق حسب الخليط. دي بالنسبة للكيك الطبقة الأولى. بالنسبة للطبقة الثانية اللي غندير فوق الكيك، عندي 3 ياغورت طبيعي، وغنحتاج لواحد الكاس ديال العنبة ديال بودرة الحليب. وبالنسبة للطبقة الثالثة عندي سطرة الحليب وساشي ديال فلون شوكولان وفلون كراميل، وعندي بسكويت زين. دوزو على بركة الله، غنديرو دوك جوج بيضات كيف ما العادة، غنزيدو معاهم السنيدة. وغادي نحاول نطربهم، انا كنطربهم بالطراب الكهربائي، وانتم الا ما عندكمش الطراب الكهربائي ديروا تخدموا بالطراب اليدوي، تقريبا نفس النتيجه. غنحاول نطربو مزيان حتى يولي لي هذا الخليط ابيض. وبعد ما ولا لي على هذا الشكل غنزيد الزيت، كيف ما شفتوا الخليط كيولي ابيض. وغنزيد دوك 7 المعالق كذلك ديال الحليب، غنطربو شوية ونحيد الطراب الكهربائي. دابا غنزيد واحد القبيصة ديال الملح، ضروري قبيصة الملح بصح حنا الضو، ورزت الدقيق، وغنزيد الخمارة، وردت داك الفاني راه ما تصورش ليا. الدقيق راه مغرب من قبل بطبيعة الحال، ونبقاو نزيدو تدريجيا حتى نحصلو على الخليط اللي حنا باغين. وهذا هو القوام اللي حصلت عليه، هذا هو اللي بغيت. دابا بغيت ديرهم في قالب كبير كيف ما غتلاحظوا، ولا غديرهم في قوالب فرديين على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. انا درت لهم فيهم هاد الكويختات ديال المادلين، وغنحاولوا نديروا فيهم معلقه صغيره ما تكتروش فيهم الكيك، باش يجينا طبقه رقيقه، غير معلقة ما عامراش. وغنبقى مستمرة على هذا الشكل حتى نكملهم. هما بعد ما كملتهم الفران راه سخون، غندخلهم يطيبوا. والكمية اللي بقات ليا كيف ما كتلاحظوا زدت فيها بودرة الكاكاو، ثم غنديرها في هاد القالب على شكل قلب. انا غرضي بالطبقة تكون رقيقة، وغنحاول نوزعها في هاد القالب، وحتى هي كذلك غندخلوها للفرن. وندوزو ان شاء الله باش نوجدو الطبقة الثانية، يندخلت هي الفرن ونتلاقاو ان شاء الله. دابا غندير 3 ياغورت طبيعي، هاد الكيك ديال الطبقات راه كتجي رائعه، كتجي زوينه وسهله التحضير، يعني ما كتطلبش مجهود.
ونزيد عليهم داك حليب غبره وغنحاول نخلطهم غير بالطراب اليدوي بهذا الشكل. نحاول نخلطهم مزيان نخلطهم وغنخليهم على جنب كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. نمشيو نخرجوا الكيك ديالنا من الفران. ها هو الكيك ديالنا بعد ما طاب. غنحاول ندير واحد المعلقه كبيره نحاول نديرهم ونوزعهم حتى نقاد الطبقه مزيان. نحاول نوزعهم على هذا الشكل وغنبقى مستمرة حتى نكملهم كاملين ونعود ندخلهم الفران والنار شاعله من الفوق. دابا نوجدوا الفلون ديالنا، راه كلشي كيعرف كيفاش يدير الفلون. ندير الحليب بارد ونزيد عليه داك فلون شوكولا وفلون كراميل. هاي بغيت نشارك معكم جميع المراحل بالنسبه للبنات المبتدئات. ونزيد واحد ثلاثه المعالق ديال السنيده وغنخلطهم بالطراب اليدوي. نحاول نخلطهم مزيان عاد نديرهم فوق البوطه ونخليهم فوق البوطه حتى يغلاو ونحيدوهم. وهنا الكيك الثانيه طابت انا جبتها والفلون هو وجد. غنحاول ندير الطبقه الثالثه بهذا الفلون الا بقيتو الطبقه تجيكم غليظه عاليه شويه حاولوا تدوبلوا المقادير ديال الفلون وديال الياغورت والحليب بودره. نحاول نخوي داك الفلون غير بشويه باش ما يدخلش لينا في داك في الطبقه الثانيه. نخليوه على جنب هنا ونجيب هاد القوالب الفرديين هاد ميني كيك حتى هما غندير عليهم الطبقه ديال الفلون من الفوق. وغنبقى مستمره حتى نسالي كلشي ونخليهم يبردوا تماما. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما خليناهم بردوا تيجيو على هذا الشكل. انا زينتهم بهذا القطاع ديال البسكوي. نتوما تقدروا تخليهم هكاك تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا. كيجي شكلهم جميل وكيجيو رائعين. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير. صراحه راه كيجيو رائعين وكيجيو ساهلين باش توجدوهم. غنحاول نحل معكم واحد الوحده تشوفوها كيف كتجي. وكيجيو رائعين. حاولوا نقطعوها بهذا الشكل. هو المنظر ديالهم كيجي غزال. نتمنى يكون باين ليكم مزيان. نحاول نقطع معكم هاد القطعه من هذا الشكل الثاني اللي درت الطبقه ديال الكيك بالبودره الكاكاو. حتى هو تيجي رائع نتوما كيف ما كتشوفوا. يجي شكله جميل. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم وبالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.